نطلع برا شاتنا. آي حلقة عم يجعني. شفت هلا توجوعة؟ ولا؟ ولا يعني إنه بعد ما مشكلة خلصت امبارح. والله. شكرا. ولبن لون هناك لا تحطي الأساس. أنا رحت شمع شي صاحبي. شوف باي. إنه لحظة لحظة إنه هلأ جاي أنا آخر الدنيا حتى بس راضيك إنه عرفت إنك مرضانة تجي هلأ بتلتقمي بخليتي وتستفزيني. أنا فيني أفهم إنه أنت ليش لازم دائما تطلع مبررات لحتى تجي تصالحني، لأنه أنت آخر يوم إلك هون يمكن ما ترجع لأني مرضانة، ولأنه شو كمان مو لأنه شيء بس يعني مو لأنك بتحبني يعني. لا أوكي شكرا. يعني مثلا ما بحبك لو ما بحبك جيت صالحتي خلص ميرسي. لك بلا لقامة ولي تعي لهون طلع من هونيك أحسن. شو؟ طلع من هون أحسن استناك بتزحتي. وين رح استنى؟ بدي اطلع لبر. ما رح تطلعي؟ بدي اطلع لبر حسام. ما رح تطلعي بلجناني بلجناني لو ما بحبك بجيب صالحك. شكرا لازم لحتى انا استنتج يعني لحتى اعرف خليني ما استنتجتي يعني استنتج يعني مثلا ما بتعرفي انه لازم اجي اقول لك ساره انا لاني بحبك جيت صالحتك؟ لا لازم تضلك تقلي لانك مريضه لانه مو لانك مريضه بس انه عم تلتزمي بكل شيء يمكن اطلع ما ارجع اليوم لانه ما بعرف شو واخر شيء ممكن تتذكر تقلي اياها بعد الحفظ مو اخر شيء انت بتعرفيها هي الشغله ما لازم اقول لك اياها حسام لا تعصبني الله يخليك صوتي بلش يروح طيب حاش طايتي اوكي على فكرة أنت اللي عم تعملي هيك لحالك سارة مو أنا. رؤي أنت بتعرفي أنا قد إيه بحبك وبتعرفي أنت شو عندي. الحكي عن جد ما له طعمة يعني أنا ما في داعي كل شوي أجي أقول لك سارة لأني بحبك لصالحتك. أوكي بس أنا قلت لك الكلمة أنك قاعدة مضايقينك أنت.